السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخوات فاضلات، رجعنا معكم إلى تكملة منهج الوايرلس كوميونيكيشنز أند نتوركينج اللي هي شبكات والاتصالات اللاسلكية. بداية أعتذر على التأخير في شرح هذا المنهج. إحنا بدأنا بهذا المنهج تقريبا قبل عدة أشهر وتوقفنا وصولا إلى الفيس شيفت كينج. بصراحة يعني بالبداية كنت متحمس لهذا الكورس، ويعني حاولت أنه أكمل الشرح في أسرع وقت ممكن، إلا أنه ضعف التواصل وضعف المتابعة لهذا الكورس دفعني إلى أنه يعني أقوم بالانتقال إلى الكورسات الأخرى، وأكملت شرح منهج الشبكات الأكاديمي، وبدأنا بمنهج نظم التشغيل الأكاديمي، وتركنا هذا الكورس لأنه لم يكن هناك متابعة كافية. يعني طبعا بالحقيقة أنا لا أبحث على يعني كثرة المشاهدات، ولكن إذا كان هناك تفضيل بين كورسين، بحيث الكورس الأول له متابعات بالآلاف والكورس الثاني له متابعات بالعشرات، فشيء طبيعي أنه نركز على الكورس اللي هو متابعته بالآلاف، لأنه هذا يدل على أنه إحنا قاعد نخدم عدد أكبر من الناس بإيصال معلومات أكثر، ويعني أكثر أهمية لهم وأكثر فائدة لهم. فبناء على طلبات عدد من الأخوة والأخوات في الأيام الماضية، ارتئينا أنه نرجع نكمل هذا الكورس إن شاء الله، لأنه يعني يبدو أن هناك بعض الجامعات العربية بدأت تعتمد هذا الكتاب ك يعني كتاب منهجي أو أكاديمي يعني شرح الاتصالات والشبكات اللاسلكية. مثل ما ذكرنا سابقا، هذا الكتاب اللي احنا نعتمد عليه اللي هو Wireless Communications and Networking لستالينكس، هو يعتبر واحد من أهم الكتب في هذا المجال في العالم، وهو معتمد يعني كمنهج رسمي في الكثير من الجامعات العالمية والأمريكية. يعني حتى الجامعة اللي أنا أدرس فيها حاليا تعتمد هذا الكتاب. السلايدات والكتاب ايضا موجوده ك يعني روابط موجوده جاهزه للتنزيل مباشر في الاول فيديو الخاص لهذا الكورس. فنكمل معكم ان شاء الله. وصلنا الى ما يسمى بالفيس شيفت كينج اللي هو احد انواع الديجيتال انكودينج، يعني اللي هو التشفير الرقمي. وذكرنا يعني في المحاضره السابقه شرحنا النوع الاول من عنده، اللي هو قلنا يعني اكو عندنا مجرد انه فيس شيفت كينج العادي، واكو باينري، واكو ديفرنشال، وايضا اكو عندنا فور ليفل فيس شيفت كينج اللي هو يسمونه الكوادراتيك. وصلنا الى ما يسمى بالمالتي ليفل فيس شيفت كينج اللي هو يعتبر تعميم او يعني جنراليزيشن للتو ليفل والفور ليفل وغيرها. هذا طبعا يستخدم مالتيبل فيس انجلز، يعني يستخدم عده زوايا لتغيير الطور الخاص بالاشاره، بحيث انه كل زاويه تكون مخصص لها one amplitude multiple signals element can be achieved، لانه احنا عندنا عده amplitudes وعده زوايا، بالتالي راح يصدر عندنا يعني يمكن يعني في المنحني الخاص بنا بالاكس واي نستطيع ارسال عده اشارات في نفس الوقت بمختلف الزوايا ومختلف الامبليتيودز. هنا الدي اللي هو المودوليشن ريت اللي هو معدل التضمين راح يكون عندنا يساوي ار على ال. الار اللي هو الداتا ريت بيتس بير سكند، عدد البتات في الثانيه الواحده، والال هو نمبر بيتس، نمبر اوف بيتس بير ذا سيجنال اليمنت، يعني عدد البتات في الرمز الواحد. السيجنال اليمنت هنا نقصد بيه اللي هو الكاركتر، يعني مثل ما عرفنا سابقا احنا ممكن انه نشفر الارقام والحروف والرموز الخاصه اللي هي نسميها كاركترز او سامبلز، ممكن نشفرها كل واحد منهم ببت واحد، ممكن كل واحد منهم يشفر ببتين، او كل واحد منهم يشفر بثلاث بتات، اربعه، خمسه الى اخره. فهنا عاده يعني معدل التضمين هو يساوي لنا الداتا ريت اللي هو عدد البتات المرسله في الثانيه الواحده مقسوما على عدد الرموز اللي يستخدمها كل واحد من هذه البتات. وطبعا الام هنا راح يكون هو عندنا ما يسمى بالديفرنت سيجنال اليمنتس اللي هو 2 تو ذا ال، 2 اس ال، اللي هو عاده هو عدد الكاركترز الموجوده في الكود بوك. يعني احنا مثلا عندما نبني فد موديوليشن سكيم اللي هو يعني فد نمط معين من انماط الموديوليشن، لازم يكون عندنا ما يسمى بالكود بوك. الكود بوك هو اللي هو عباره عن جدول يحتوي على كل الاحتماليات لجمع يعني لتحويل الاصفار والوحدات الى رموز، او الرموز الى اصفار ووحدات. عاده عدد الرموز الموجوده في الكاركترز الموجوده في الكود بوك يسمونه ام، وبالتالي راح يكون عندنا الموديوليشن ريت هو ار باي ال بالنسبه للمالتي ليفل فيس شيفت كينج. فهنا طبعا راح يكون عندنا باختلاف الام راح تنتج عندنا انواع مختلفه من الموديوليشن ريت. بالنسبه للبيرفورمانس عاده يتم قياسه بعده وحدات، واحده من الوحدات الرئيسيه لحساب الاداء او يعني افضليه موديوليشن على موديوليشن اخر هو باستخدام ما يسمى بالباندويث. الباندويث اللي هو عرض النطاق، عرض النطاق للاشاره المضمنه عاده يرمز له بالبي تي اللي هو باندويث. بالنسبه للامبليتيود شيفت كينج والفيز شيفت كينج هو راح يكون عباره عن 1 زائد ار في 1 زائد ار سمول في ار. بالنسبه للفيز شيفت كينج هو راح يكون 2 في الدي اف زائد 1 زائد ار في الار. الار كابيتال اللي هي البيت ريت اللي هو عدد البتات المرسله في الثانيه الواحده. الار سمول هو عباره عن قيمه معينه ما بين الصفر والواحد، هي لها علاقه بالسيجنال، هاو ذا سيجنال از فلترد، لها علاقه بفلتره الاشاره
وايضا يعني هذا يكون ثابتا، يعني فد قيمه ثابته لكل واحد من انواع الموديوليشنز اللي تحدثنا عنها. بالنسبه للدي اف اللي هو الديفرنشال فريكوانسي، هو عاده يكون الفريكوانسي الثانيه ناقص الفريكوانسي يعني السنتر فريكوانسي، او السنتر فريكوانسي ناقص الفريكوانسي الاولى. يعني عاده الباند ويث يمثل على انه عرض النطاق اللي هو المسافه ما بين اصغر تردد واكبر تردد تستطيع الاشاره استخدامه يعني لارسال البيانات في، يعني يستطيع النظام استخدامه لارسال البيانات في الثانيه الواحده. فعاده يكون اكو عندنا F1 وتبدا الاشاره، ثم اكو عندنا السنتر فريكونسي اللي هو التردد المركزي، ثم بعد ذلك اخر شيء اللي هو اكبر شيء اللي هو F2. فالفرق ما بين F2 والاف سي هو راح يكون الباند ويث، واللي هو ايضا يساوي الفرق ما بين الكارير فريكونسي اللي هو سنتر فريكونسي الاف سي ناقصا الاف 1. ايضا هذه الاثنين تستخدم لحسابها، وايضا تستخدم هذه القيم في هذه المعادلات لحساب الباندويث الخاص بكل واحده من انواع المودوليشنز اللي ذكرناها. ايضا المودوليشنز بالنسبه للمالتيبل مالتي ليفلز فيز شيفت كينج راح يكون هو عباره عن 1 زائد ار مقسوما على ال في ار، واللي هي ايضا تساوي هذه القيمه. بالنسبه للمالتي ليفل فيز شيفت كينج او فريكونسي شيفت كينج راح يكون الباندويث الخاص بها 1 زائد ار سمول مضروبا في ام مقسوما على لوج ام، والكل مضروب في ار. ايضا مثل ما ذكرنا ال هو عدد البتات التي تستخدم لتشفير كل واحد من الرموز، والام هو عدد الرموز المختلفه الموجوده في الكود بوك. البيرفورمانس هنا راح يكون عندنا يقاس بما يسمى بالباندويث افشنسي. الباندويث افشنسي اللي هو الكفاءه استخدام الباندويث، واللي هو عباره عن ايضا يعني قانون قيمه معينه، هي عباره عن الريشيو اوف داتا ريت تو ذا ترانسميشن باندويث، يعني معدل الداتا ريت مقسوما على الترانسميشن باندويث. هذا يعتبر هو كفاءة استخدام الباندويث. بالنسبة للمالتي مالتي مالتي ليفل فيز او فريكونسي شيفت كينج، فزيادة الام راح تؤدي الى نقصان كفاءة الباندويث. اما بالنسبة للفيز شيفت كينج فايضا زيادة الام راح تؤدي الى زيادة الباندويث. هذه ممكن يعني فهمها ببساطة من خلال هذه القوانين. هنا نلاحظ انه اكو عندنا الام موجود فقط في المقام، فزيادة الام راح تؤدي الى نقصان الباندويث يعني افشنسي بالنتيجة النهائية. هنا اكو عندنا ام موجودة في البسط والمقام، ولكن الام اللي في البسط عندما تزيد بمقدار معين لوج الام تزيد بسرعه اقل من عندها، فبالتالي راح يكون اذا زادت الام بالنتيجه النهائيه راح يكون اكو زياده بالحد ككل يعني او القيمه النهائيه ككل. هنا اذا زادت الام راح تزيد لنا المقام وبالتالي تقلل لنا قيمه الكسر كله. هنا اذا زادت الام في البسط راح تكون زيادتها اسرع من يعني زيادتها في المقام، لانه لوج الام تزداد بسرعه اقل من الام لوحدها، وبالتالي راح يكون عندنا زياده في قيمة الباندويث إذا زادت الأم بالنسبة للمالتيبل مالتي ليفل فريكونسي شيفت كينج. تلاحظ هنا يعني هو صحيح هي عبارة عن معادلات ويعني يعني قيم معينة يفترض حفظها في مجال الاتصالات اللاسلكية. كل رقم من الأرقام وكل معادلة من هذه المعادلات يجب فهمها وتفسيرها على أساس قيمتها الفيزيائية أو انعكاسها على المعنى الحقيقي لها في نظام الاتصالات. فيعني هو صحيح الشغله مزعجه بالنسبه للاتصالات هو كثره الرموز وكثره الارقام وكثره المعادلات، ولكن بالنتيجه النهائيه اذا فهمت المبادئ الاساسيه تستطيع بعد ذلك تفسير كل نوع من انواع انظمه الاتصالات وكيف تعمل وكيف تميز بين ما هو الافضل منها وما هو الأسوأ. هنا ايضا نلاحظ انه بالنسبه للبيرفورمانس اذا اردنا نقيسه ك يعني منحني هو عباره عن هنا الاي باي ان اللي هو السيجنال تو نويز ريشيو، قيمة الإشارة مقسومة على قيمة النويز أيضا تقاس بالديسيبل. وهنا اكو عندنا probability of bit error اللي هو البيت ايرور ريت اللي هو معدل حصول الأخطاء. احنا طبعا نحاول انه نقلل معدل حصول الأخطاء وأيضا نزيد قيمة السيجنال تو نويز ريشيو، يعني نسبة الإشارة إلى نسبة النويز كلما زادت كلما كانت الإشارة أفضل. فنلاحظ هنا اكو عندنا مثلا يعني تبدأ عادة البيت ايرور ريت عندما تكون السيجنال تو نويز ريشيو صفر، راح يكون عندنا هنا البيت ايرور ريت هو 10 أس سالب 1، معناته هي 0.1. 0.1 معناتها اكو عندنا 10% من الاشاره فيها اخطاء، وهذه طبعا تعتبر نسبه كبيره جدا. كلما زيدنا سيجنال تو نويز ريشيو كلما زادت يعني قوه الاشاره المستلمه كلما قلت البيت ايرور ريت اللي هو معدل حصول الاخطاء. فهنا راح يصير عندنا 1%، 1 بالالف، 1 بال10000، 1 بال100000 وهكذا، يعني كلما زادت قيمه السيجنال تو نويز ريشيو كلما قلل البيت ايرور ريت وهكذا. هنا نلاحظ ايضا مثل ما ذكرنا المالتي ليفل فيز شيفت كينج، كلما زيد الام الام 2 هذه قيمتها، عندما تكون الام 4 تزيد يعني يزيد عندنا البيت ايرور ريت وبالتالي راح تقل عندنا السيجنال تو نويز ريشيو، وعندما تكون الام 8 راح يكون هو اقل شيء. لاحظ انه اقصى شيء نستطيع الوصول له هو 10 دي بي كسيجنال تو نويز ريشيو، في حين هنا على العكس منه عندما نتحدث عن المالتي ليفل فيز شيفت كينج
لاحظ أنه عندما تكون الـ M2 نصل أقصى شيء إلى 11، عندما تكون الـ M4 نصل إلى 11 ونص تقريبا، عندما تكون الـ M8 أيضا لاحظ أنه عندنا أقصى شيء نستطيع الوصول له اللي هو 15 dB signal to noise ratio. وبالتالي لاحظ أنه كلما زادت الـ M هنا تزيد عندنا قوة الإشارة وأداء النظام، هنا كلما زادت الـ M راح تقل عندنا قوة الإشارة وأداء النظام. بالنسبة للبرفورمانس أيضا أكو عندنا تريد أوف بتوين باندويث إفشنسي والإيرور بيرفورمانس، يعني مثل ما لاحظنا كلما زيدنا الباندويث إفشنسي كلما أيضا راح يزيد عندنا الإيرور بيرفورمانس أو الإيرور بروبابيلتي. طبعا يعني مثل ما يقولون في الإنجليزي there is no free lunch، يعني ليس هناك شيء مجاني. عندما تزيد الباندويث إفشنسي معناته راح تزيد عدد البتات المرسلة في الثانية الواحدة، هذا الشيء طبعا راح يسرع لك أداء النظام، ولكنه في نفس الوقت راح يزيد عندك الإيرور بروبابيلتي اللي هو احتمالية حصول الأخطاء في الإشارات التي يتم إرسالها. طبعا أيضا عندنا النوع الآخر من أنواع الشيفت كينج اللي هو المينيموم شيفت كينج، واللي أيضا له حالتين يعبر عنه اللي هو جذر 2 EB by TB كوساين 2 by F1 T زائد ثيتا of 0، هذا يتعبر عنه الباينري 1. وأيضا هنا إذا استخدمنا الـ F2 راح تعبر عن الباينري 0. هنا أيضا الـ EB هي الـ Transmitted Signal Energy اللي هو يعني الطاقة الخاصة بالإشارة المرسلة بير بيت. التي بي هو البيت ديوريشن اللي هو الفتره الزمنيه لكل واحد من البتات. الفيز اللي هو ثيتا او زيرو اللي هو يعبر عن قيمه الفيز في عند التايم زيرو، يعني عند بدء التشغيل، عند بدء تشغيل النظام وعند بدء ارسال الاشارات اللي هي يعني ثيتا او زيرو. هنا النوع الاخر ايضا عندنا ما يسمى بالكيو اي ام اللي هو يعتبر واحد من اهم واكثر انواع الموديوليشن شهره في ايامنا الحاليه، يعني لانه يعتبر هو كومبينيشن اوف اي اس كي زائد بي اس كي اللي هو الكوام كيو اي ام. تو ديفرنت سيجنالز سنت سيمتينوسلي اون ذا سيم كارير فريكونسي، هنا نستطيع ارسال اشارتين في نفس الوقت على نفس الكارير فريكونسي على نفس التردد الحامل، بحيث انه الاس اوف تي الاشاره مالتنا اللي راح يتم ارسالها راح تكون هي دي 1 اوف تي كوساين 2 باي اف سي تي زائد دي 2 اوف تي ساين 2 باي اف سي تي. راح نقدر نفهم هاي المعادله من خلال هذا النظام. لاحظ انه الاشاره اللي تجينا كباينري انبوت اللي هو دي اوف تي اللي عباره عن ار بيت سبير سكند، هذا معدل ارسال البيانات يعني هو عدد البتات في الثانيه الواحده، راح تدخل عندنا على فد دائره الكترونيه هي وظيفتها تحويلها سيريال الى بارلل. راح يعني نفس الاشاره اللي راح تجينا هنا سيريال راح تتحول الى بارلل اللي هو اثنين اشارات دي 1 ودي 2. الاولى من عندنا راح تضرب في كوساين 2 باي اف سي تي اللي هو الكارير اوسيليتر، هنا هذا الاوسيليتر اللي هو يقوم بتوليد الاشارات. والثانيه راح تقوم ايضا بنفس الكارير اوسيليتر عندما ننقص قيمته ماينس باي باي 2 يعني ننقص قيمته 90 درجه راح يتحول من كوساين الى ساين. فالاشاره الاولى راح تضرب بكوساين والاشاره الثانيه راح تضرب بساين، وايضا هنا يتم عمليه جمعهن مثل ما هو هنا موجود عندنا بالضبط. الاشاره الاولى راح تضرب بكوساين والإشارة الثانية راح تضرب بساين، وأيضا يتم جمعهن في النهاية. هذا هو المخطط للQIM Quadratic Amplitude Modulator. The reasons for analog modulation، هنا طبعا مثل ما ذكرنا سابقا قلنا بأنه أكو عندنا analog modulation وديجيتال modulation. ذكرنا الأسباب اللي تدفعنا إلى استخدام الديجيتال modulation اللي هنا عرفناها يعني اللي هي الASK وPSK والFSK. في المحاضرات القادمة إن شاء الله راح نبدأ نتحدث عن الأسباب اللي تدفعنا إلى استخدام الأنالوج موديوليشن اللي هو الأي أم والأف أم والبي أم، هذه اللي هي تعتبر عادة يعني هي المور تراديشنال اللي هي كانت الأقدم والأكثر تقليدية في عالم الاتصالات. هذه إن شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضرة القادمة، فخليكم معنا. شكرا جزيلا ومع السلامة.